الإدارة بالحب، لربما نفتقد هذه المعنى أو المفهوم في حياتنا. طبعا كلنا نعرف أنه في العائلة لازم يكون في إدارة، وفي العمل لازم يكون في إدارة، صح. في جميع أمور حياتنا لازم يكون في إدارة. صح. طبعا الحديث أكثر في هذا الموضوع معنا في الاستديو ضيفنا الدكتور عبد العزيز الرحيلي، حياك الله. أهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا فيك. طبعا بدايه دكتور عبد العزيز، خلينا نسالك بخصوص تغريده لك قبل فتره بسيطه قلت فيها، طبعا لاقت هذه التغريده كثير من ردات الفعل من المتابعين والمغردين، تحدثت فيها عن مفهوم الاداره بالحب. نعم. فهل ممكن ان تعطينا نبذه وايش قصدت بالاداره بالحب؟ نعم، في الحقيقه الاداره بالحب هي يعني رديف للاداره الانسانيه التي في أساسها تهتم بالإنسان بالاهتمام بظروفه بقدراته، تنمية قدراته على العطاء. الإدارة بالحب هي في الحقيقة يعني كلفظ بين الإدارة وبين الحب قد يكون لفظ يعني غير دارج كثيرا في المجتمعات، ولكن كممارسة هي ممارسة قديمة منذ قديم الأزل. فنجد كثير من العظماء من القادة والمدراء لديهم هذا الحس الإنساني في مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الناس تحت إداراتهم. الإدارة بالحب هي مظلة، الحب لا نعني به العشق والغرام كما يظن البعض، ولكن الحب هو المقصود به مظلة في الإدارة. مظلة تعني بالاهتمام بالجانب الإنساني لدى الناس الذين تتعامل معهم. يعني أنا أفهم من كلام الدكتور عبد العزيز أنه الحب له دور كبير في إنجاز الأمور أو المهام خاصة في العمل، لو تكلمت عن نطاق العمل فقط. نعم، إحنا إذا وسعنا مفهوم الحب ليشمل المشاعر الإنسانية الراقية فمن المؤكد أن العواطف أو الأحاسيس هي محرك أساسي لدافعية الإنسان نحو الحياة ونحو الإنجاز. والقائد المتفهم، القائد الذي يعتني بالفريق العمل تحت يده وتحت سلطته، أكيد أنه صاحب نظرة إلى أحاسيس هؤلاء الناس. إحنا في المجتمع العربي خصوصا لدينا حاسية يعني رقيقة، ولدينا شغف، ولدينا مشاعر راقية، وكثير من فرق العمل أو الموظفين في المجتمع الوظيفي لديهم الرغبة في تقديم صورة جيدة عن عملهم وعن أدائهم. نعم. فمتى ما وجد القائد الذي يخاطب هذه الأحاسيس وهذه النفسيات من المؤكد أن الأداء سيكون أفضل. جميل. شوف، خليني أقول لك دكتور عني أنا شخصيا، أنا ما أحب أحد يصرخ علي، ولا أحب أحد يكلمني بطريقة مش كويسة، ولا أحب أحد فعليا يعني أنا أعرف أنه مبدأ الاحترام في أي مكان مرة مهم. مالك حق كمدير، بالنسبة لي مالك حق كمدير أو مسؤول مثلا عني أنه أنت ترفع صوتك علي، أو مثلا تبغى توجه لي حاجة وجهها بأدب، ما تبغى توجهها أو أنت ما تقدر تسيطر على مشاعرك لأنه أنت من النوع اللي يتنرفز بسرعة، اكتب لي إيميل، وجه لي شيء رسمي، بس لا تتعامل معي يعني أنا أعتبرها قلة احترام، فأنا أرفضها بالعمل أو خارج العمل. هذا مبدأ، وهذا شيء أنت زي ما ذكرت أنه كل موظف يختلف طبيعته عن الموظف الثاني. نعم. واللي فهمته كمان من حكيك أنه يعني ممكن صاحب العمل أنه يرفع صوته أو يتعامل مع الموظفين بقسوة، ما في حب، هذه صحيح اللي نقصدها بإدارة الحب؟ في الحقيقة يعني الإدارة الإنسانية والإدارة بالحب يجب أن تكون تسير بخطوط متوازية مع الاحترافية. نعم. يعني لا نطلق العنان للمشاعر والأحاسيس ونهمل بقية الجوانب الأخرى. صحيح. فالقائد الملهم لديه قدرة على تحقيق الأهداف التي يرغب بها في عمله وبالأسلوب الأنسب. أما التجاوزات التي تفضلت فيها الآن، هذه يعني تجاوزات تدل على نقص في الاحترافية. جميل. التوجيه مطلوب، نبغى التقويم، كيف يقوم سلوكه مع الموظف؟ في طرق، يعني القائد الذي يحرص على نفسيات موظفينه لازم يكون يميز، ياخذهم كل شخص على انه حاله خاصه. جميل. التعميم مرفوض. التعميم لا يجب ان يكون،
يجب أن يكون هنالك نظرة فاحصة للمشاعر الإنسانية، ولكن هذا لا يعني التسيب والفوضى وعدم الانضباط. هنالك لوائح للعمل، هنالك أولويات يجب أن نراعيها. هو دائما دكتور أنه يعني في زي ما ذكرت أنت في أساسيات، بس دائما او اغلب خلينا بلاش نعمم، اغلب المدراء ممكن انهم يتجاوزون او انهم ما يحطون مثلا انه هدف لهم انه 1 2 3. هذه فعليا هذه اللي لازم تكون، انه انت تحط لك نقاط تمشي عليها وتمشي على الموظفين. انت زي ما ذكرت كل موظف يختلف عن الثاني. صحيح، بس هي خلي بالك يعني هي ترى الاداره كما تعلمون اكيد انه القياده في مؤهلات، فالمرآة لا تعكس إلا إذا كان سطحها ناعم. جميل. بمعنى أن الشخصية التي لا تكون فيها الأحاسيس الراقية والقناعات السليمة لا تستطيع أن تدير إدارة إنسانية وإدارة بالحب. نعم. الإدارة بالحب لها مقومات شخصية، يجب أن يكون القائد متفهم، يجب أن يكون القائد ذو أفق، وممكن نختصر هذا كله بعبارة يجب أن يكون متميز في الذكاء العاطفي. صحيح، جميل. الذكاء العاطفي أن يقرأ الناس، أن يقرأ الناس. التحفيز، لا تستطيع أن تحفز الجميع بأسلوب واحد. صحيح. بعض الناس ممكن تقول له شكرا، هذه الحافز يعطيه قوة دافعة. صح. عن جائزة مالية قد تساوي مبلغ مالي كبير. صح. مثلا. لكن هنالك لا، من يرغب بالجوائز أو الحوافز المادية. صحيح. فالقائد الملهم، القائد الإنسان، لديه القدرة أن يمايز بين الناس، لديه القدرة على العطاء، لديه القدرة على التفاهم. صحيح. فهي في الحقيقة يعني هي موهبة سبحان الله تأتي في القائد، في المدير. نعم. يعني تسقل مع القراءة مع العلم، ولكن هي في الأساس في شخصيته، في شخصية القائد. نعم. نعم. دكتور عبد العزيز، حضرتك تفضلت وذكرت موضوع التسيب وعدم الالتزام، وهذا يدخلنا في محور ثاني اللي هو ممكن بعض المدراء يفكرون أن هذه الإنسانية أو الحب أو التعامل بلطف ممكن إيش يكون ضعف. نعم. ممكن يشوفها ضعف، فلذلك هو يكون قاسي لدرجة يعني انها ممكن تنفر موظفينا منهم. نعم، منا. صحيح. يعني فاحنا نبغى نعرف ايش التكنيك او الطريقه الصحيحه اللي ممكن، انت قلت ان هذه موهبه. نعم. يعني هذه الواحد يولد فيها زي ما فهمت من كلامك. نعم. لكن برضو ممكن واحد يكون يفهم او بعد الحوار اللي حصل ممكن قال ممكن انه لا خليني اجرب هذه التكنيك ينميها. نعم. ينميها. فاحنا كيف نعطي الناس نصيحه انه يكون متزن بالقوانين. نعم. وقواعد العمل، في نفس الوقت يكون. نعم. إنساني، خلينا. نعم. الحب على جانب لكن إنساني. نعم. هو في الحقيقة الإدارة يعني كما يعلم الجميع فن وعلم، يعني لها شقين. صحيح. فالإنسان يجب أن يقرأ في الإدارة، يجب أن يمارس، يجب أن يحتك ويتعلم من الآخرين، يتعلم من القدوات. أكيد. وكذلك ينمي الحس الفني لديه بالإحساس بالآخرين. هذا الشق يأتي بالممارسة ويأتي بالعلم، لكن الجانب الأهم هو أن نعي أن الإدارة لا توجد إدارة خالصة، سواء إدارة. صحيح. إنسانية أو إدارة بيروقراطية أو عملية أو إدارة بالأهداف أو إلى آخره. الإدارة أنماط كثيرة. الإنسان الممارس يعلم جيدا أن الإدارة أن تأخذ من كل أسلوب إداري أفضل ما فيه. يعني الإدارة بالحب فرضا إحنا الآن هو موضوعنا، لا تستطيع أن تسير بمنظومة العمل فقط بهذا المنهج إنه الحب وخلاص وتصير تسيب وفوضى وإلى آخره. لابد هنا أن تمزج الإدارة الإنسانية مع الإدارة الصارمة، مع الإدارة التي تعرف أهدافها، تعرف ولديها لوائح ولديها متابعة ولديها مبادئ تسير عليها. فالمشاعر أو تقدير الناس لابد أن تكون له ضوابط، لأنك قد تجد لما تفضلتي من يستغل هذا الأسلوب وينهج منهج خاطئ. صحيح. فيضر بالعمل، يضر بالأهداف، ويقودك إلى للأسف في نهاية الأمر إلى فشل المنظمة ككل. صحيح. فالاحترافية هي كلمة السر. الاحترافية هي كلمة السر، أن تكون محترف، أن تعرف ماذا تستخدم ومتى تستخدم الثواب في وقته
والعقاب في وقته والتحفيز في وقته وهكذا. لكن الحس الإنساني بلا شك هو أساسي. جميل. يعني أنا فهمت من كلامك دكتور عبد العزيز أنه المدير أو القائد في المؤسسة أو في المنشأة هذه، سواء كانت شركة مدرسة وما إلى ذلك، لازم يتسم بصفتين: صفة أنه يكون عطوف وحنون وحاب الموظفين اللي معاه عشان الموظفين ينجزوا. الشغلة الثانية لازم يكون صارم. على سبيل المثال، لو تسمح لي أضرب مثال، أنه كنت أشتغل في إحدى الشركات، كان مديرها جدا رائع معانا خارج العمل. يعني الحين احنا في فترة بريك، يجي مثلا يجيب لنا الغداء، يتكلم معانا كويس، برافو انتوا سويتوا كذا، الشغلة الفلانية صح. لكن اوقات كثيرة في الاجتماع حدث ولا حرج، الصراخ، بس احنا عارفين انه هو طيب، يمكن هو بيتكلم معانا في هذا الاجتماع بهذه الطريقة لحرصه الشديد على انه يتم العمل على اكمل وجه. صحيح كذا كلامي؟ كذا انا فاهم الموضوع تمام؟ والله شوفي، يعني بشكل عام كلامك سليم ومتوازن، ولكن أنا عندي يعني موضوع الصراخ وموضوع التجاوزات يعني في التعبير عن المشاعر أو في ضبط العمل، أعتقد أنه القائد القوي والناجح في عمله يستطيع أنه هو يتجنب جميع المشاعر الجامحة. صح. زي ما تفضلتي أنت أنك مثلا بعض ما تقبل هي. الأفراد لا يتقبل أنك أنت صح. حتى لو أنت على حق على فكرة، يعني أنت حتى الرسالة لما تكون رسالة سليمة وصحيحة، لكن لما تغلفها بغلاف التجاوز تؤدي إلى سير الأمور إلى مجرى ثاني. إحنا ما بنقول إنه هو بيتجاوز، يعني بيتجاوز لفظيا أو بيكون في أسلوب غير مقبول في العمل، لكن من حقه هو كصاحب المنشأة مثلا إنه هو يتكلم. يعني أنا أتكلم عن الأمور الإدارية البحتة. خلينا مثلا لو جينا تكلمنا عن مثلا وظيفتنا احنا كمذيعات، ما احس انه في شيء يجبرك انه انت مثلا تكلمني خاصه قبل الهواء، او خليك تكلمني قبل الهواء بشكل مثلا سيء، خليني انا اطلع مثلا بشكل متضايق على الهواء. انا معاك في هذه النقطه، يعني اوكي صح، لكن خلينا نتكلم عن الامور الاداريه اكثر. الشركات مثلا ما احس انه هو بيتجاوز لفظيا، يمكن لاني جربت هذا الموضوع، كنت اشتغل في شركه، ف باخذ الامور يعني بصدر رحب بصراحه، لانه ايوه انا غلطت، انا كتبت الايميل بصيغه غلط. نعم. فما ادري، يعني ممكن هي تختلف من شخص لاخر، وهذا شيء طبيعي. والله هو كما يقال كل شيخ وطريقته، وكل مدير وطريقته، ولكن الانضباط العاطفي والذكاء العاطفي هو المفتاح الموجه في التعامل مع الناس. هذا لازم يجمع ما بين الذكاء العاطفي والذكاء الإداري. صحيح. هو أي نعم الذكاء، أحسنتي، صحيح ممكن نقول هذا الكلام، بس الذكاء العاطفي عموما ترى مو بس في حتى في محيط العمل، حتى مع الأسرة، حتى مع المجتمع، هو يوجهك إلى أفضل السبل في احتواء الناس، في اكتفاء المشاكل، في الوصول إلى أهداف بأقصر طريقة وأقل تكلفة. هذه نقطة في الحقيقة نحتاجها نحن في المجتمع، يعني أنا ألمسها كثيرا. كثير من الناس لديهم شغف بأمور كثيرة، لديهم رغبات، لديهم أمنيات، لكن لديهم عدم اتزان عاطفي، لديهم عدم فهم في الأمور الإدارية، في أساليب التعامل، الأمور الإدارية البحتة هي موضوع ترى يعني ممكن منه هي يعني موضوع معروف، واحد زائد واحد يساوي اثنين. لكن الذكاء العاطفي هي لا، هي احتواء كذا، يعني زي السحابة التي تظل الإنسان فيتصرف بطريقة مناسبة في المواقف المختلفة. ويحب دكتور كمان، أنا أعرف أنه في استمرارية، أنت لما تكلمني بطريقة كويسة مثلا، ولو غلطت تعاقبني مثلا بشيء رسمي، إيميل أو أي حاجة رسمية، هنا بتمشي بخطوات ثابتة وصحيحة. نعم. لا يحق لك. صحيح. أو ما يحق أي أحد كان أنه يتجاوز عليه لفظيا أو حتى يرفع صحيح. صوته. هذا اللي أنا أعرفه كإدارة مناسبة. نعم. كإدارة يعني تمشي باحترام الموظف واحترام يعني تعطيه قيمته. أنت إحنا نعرف أنه أنت رجل أعمال، وأنت كمان يعني بعدت شوي عن المسار التقليدي واتجهت لإدارة الحب، صحيح؟ أو الإدارة بالحب. أواك تقول لنا إيش الفرق من جد، إيش الفرق؟ أنا أعرف أنه في استمرارية، أنا ممكن أعطيك زيادة إذا أنت عملتني باحترام. نعم نعم، أنا الآن يعني في الحقيقة واقعيا وعمليا
ألمس نتائج هذه الأمور. أنا لا أدعي أني أنا أطبق هذه الإدارة بشكل يعني بشكل كامل. مطلق، ولكن بطريقة احترافية وطريقة متوازنة. على الأقل واحد يحاول. لا أحسنتي، نعم هو هذا الصحيح، ولكن أهم نتائجها هي الولاء. نعم صحيح. ولاء الموظف. صحيح. يعني أنا لدي من الموظفين في الحقيقة من أعتبرهم إخوة لي وأعتز بهم، وهم يتلقوا عروض أحيانا من شركات منافسة لكنهم يرفضوا الذهاب، ويقول لك إحنا نجلس أو نستمر مع هذه الإدارة ولا نغير لأننا مرتاحين نفسيا. فالراحة النفسية لدى الكثيرين هي أولوية. صحيح. هي أولوية أكيد. فهي عمل مؤثر لابد من مراعاة الإنسان، لأنه سينعكس هذا الأمر على طبيعة الجو العام في العمل. صح. وينعكس على الولاء وينعكس على الإنتاجية. صحيح. وعلى طاري الجو العام، يعني أنت جبت نقطة دكتور جدا مهمة يمكن كثير يجالها، الجو العام هذا دائما يقول لك، حتى في مثل يقول لك أن الانرجي أو الطاقة contagious أو أنها مؤدية. نعم. فيعني الواحد دائما يحاول يكون متفائل، لكن نبغى منك رسالة أخيرة للموظفين اللي ممكن يكونوا مدراءهم زي ما ذكرت عبير، ممكن أنه يكون كويس وشخصيا كويس، ما هو يعني متعجرف ولا، لكن ممكن أسلوبه يكون غلط. فأنا كموظف مثلا كيف أفتح موضوع مع مديري اللي يعني البوزيشن حقه أكبر مني وعمره ممكن يكون أكبر مني بطريقة إن ما أجرحها، أي بطريقة لابقة وما أجرحها ولا أقلل من قيمته. نعم. أنت تتكلم الآن عن الموظف تجاه مديره. جميل. وهذا منحى آخر. أنا عندي بعض في الحقيقة بعض النقاط المهمة التي يجب أن يتنبه لها الموظف. أول حاجة، كثير من الموظفين يفكر في هدفه فقط. صحيح. ورغبته دون التقدير لموقف مديره. فعندما يتقدم مثلا لطلب أيا كان من مديره أو إدارته، هو يريد تحقيق هذا الرغبة. صحيح. فرضا هو يطلب إجازة، يطلب علاوة، يطلب ترقية، يطلب أيا كان، هو يرى أنه مستحق. صحيح. فمن الإنصاف ومن العملية أن تنظر إلى موقف مديرك. قد تكون هنالك موانع تنظيمية، موانع تتعلق باللوائح، أي أسباب أخرى لدى المدير. فيجب أن يكون الذكاء العاطفي، ويجب أن تكون المعاملة بالحب والإدارة بالحب، ترى متبادلة طبعا. هي على فكرة ترى يعني هي two way communication، يعني هو التواصل من جهتين. أما إذا كان المدير يعامل الموظفين بالحب ولكن المعاملين يقابلونه مثلا يعني بقسوة طبعا. وإجحاف طبعا. وكذا، لن تثمر. الموظف يجب أن يعني استمح لأخيك عذرا. صحيح. يعني يجب يكون في نوع من التسامح، يجب في نوع من عدم الاستعجال على تحقيق الطلبات. أنت طلب طلب وعدوك أنك تنتظر، انتظر لا إشكال، وانتظر بابتسامة عريضة، خاصة أنه أنت مرتاح بالمكان اللي أنت فيه. يعني إحنا دكتور لازم يكون عشان يكون في إنتاجية واستمرارية راحة، ما في أصوات عالية، تعامل موظفينك بحب واحترام. نعم. عشان يكون في إنتاجية أكبر، عشان يكون في ولاء. صحيح. للمكان اللي هم فيه. أنا دائما أعرف أنه لما يكون في الأشياء هذه مجتمعة راح تعطيك أكثر. صحيح. وراح أبدع أكثر. يعطيك صحيح. ألف عافية دكتور. بس أضيف على اللي ذكرتيها الأشياء الجميلة بعض النقاط. لازم في التزام أكيد، لازم في احترافية، ولازم يكون في علاقات راقية. أكيد. صحيح. أكيد دائما أقول أي شيء. نعم. يتعامل برقي واحترام. صحيح. هذا بينجح. يعطيك ألف عافية دكتور. شكرا لك. شكرا. شكرا. هلا وسهلا. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين.